موقع كنون للفلاشات الدعوية بالتعاون مع فريق جوال الخير يقدم. يا الغالي قل لا إله إلا الله وهذا يشهد. تدري بماذا تكلم؟ يا ليته سكت ولم ينطق بحر. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يا الغالي قل لا إله إلا الله. في طريق الطائف الرياض السريع حدثني أحد الشباب من الذين يعملون في القوات الجوية، قال: رجعت يوم الأربعاء إلى الرياض، وبينما أنا في الطريق قبيل صلاة العصر تحت حرارة الشمس، إذا بسيارة سوداء من نوع أكورد قد انقلبت على التندة، وهي وحيدة لا يمر عليها أحد ويقف أبدا. فوقفت أنا وصاحبي، فلما نزلنا واقتربنا من السيارة أصبحنا نقدم رجلا ونؤخر أخرى، انتفضت قلوبنا من الخوف. فقلت له: يا إبراهيم، ما الذي حدث؟ فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو أن صاحب السيارة قد انقلب وجهه إلى اللون الأحمر من كثرة الدم المتدفق عليه. فالتفت إلى صاحبي والتفت إلي وقرأ بعيني ما قرأته بعينه، أنه لا أحد سينقذ هذا بعد الله إلا نحن، فالناس يمرون ولا يقف منهم أحدا. فجذبناه من السيارة ثم قذفناه على التراب، وأخذت أضرب صدره بخفة ورقة وهو يشهق، وأقول له بأعلى صوتي: يا الغالي قل لا إله إلا الله. وهذا يشهق: قل لا إله إلا الله. تدري بماذا تكلم؟ يا ليته سكت ولم ينطق بحرف. قال: العيون السود وشلون ملها؟ سحر، ذوبني بغزلها، بوسة من خدك حبيبي. ثم شهق شهقة طويلة ثم مات. أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله. أبناء لا إله إلا الله يموتون على غير لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلى متى ونحن الشباب يملؤون المقاهي والاستراحات؟ إلى متى والبنات متبرجات كاسيات عاريات في الأسواق؟ إلى متى والدشوش مضطجعة فوق بيوت من يشهدون أن لا إله إلا الله؟ إلى متى وسياراتنا وجوالاتنا مليئة بالأغاني والمعازف والمقاطع؟ إلى متى ونحن لم نصلح العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
ولمزيد من التواصل يمكنكم زيارة موقعنا على الشبكة العنكبوتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.